السلام عليكم ورحمة الله تلاميذ ديال البكالوريا. إذا في هذا الفيديو غادي نهضروا على كيفية التسجيل في المعهد العالي للدراسات البحرية اللي كاين في الدار البيضاء ليزيم. وده بالنسبة لأول حاجة نهضروا عليها هنا هي الشروط. أول حاجة خص المترشح ما يكونش فايت 21 عام في حدود ديال 31 ديسمبر 2021. وبالنسبة للنقطة ديال البكالوريا خصها تكون على الأقل، يعني أقل نقطة كيهزوا عليها هي 12، ويكون عنده باك ديال باك سيونتيفيك اما يعني بجميع الشعب العلميه، وكذلك او لا باك تقني. كذلك يكون عنده لياقه بدنيه عاليه، ويكون عنده يعني بصر عالي، كذلك ما يكونش عنده داك عمل الوان، يعني يكون كيشوف جميع الانواع ديال الالوان. كذلك يكون عنده سمع يعني جيد، كذلك النفسيه جيده، واي حاجه عندها علاقه بشي مرض مزمن بحال لازم الربو والدقه او لا السكري او لا الصرع او لا اي مرض مزمن كيتلغى الترشيح ديال الطالب. وكذلك بالنسبه لي كونديداتور، يعني طريقه التسجيل، اول حاجه خص تسجيل عبر الليان اللي غادي نحط لكم الليان في صندوق الوصف من بعد. كذلك من بعد ملي كتسجل ضروري خص الطالب انه يحط الوثائق ديالو في هذا العنوان: لانستيتي سوبيريور ديتود ماريتيم كيلومتر 7 غوت الجديده كازابلانكا، ومن طبيعه الحال يحط الدوسي ديالو بين 1 حتى 14 يوليوز 2020 قبل الربعة العشيه. يعني مشيتي مع الخمسه العشيه ديال نهار 14 يوليوز راه غتلقاهم سادين. وبالنسبه للدوسي اللي خصني ندي معايا، كاين اولا فيش دي بري انسكريبسيون، يعني هذيك الفيشي اللي كتعطينا ملي كنتسجلوا غادي ديرها في جوج ديال لي زيكزومبلير. كذلك كوبي دو غولفي دو نوت دو ليكزام ناسيونال، يعني نسخه ديال غولفي دو نوت ديال بيان النقط ديال الامتحان ديال البكالوريا. كذلك غولفي دو نوت دو ليكزام ريجيونال، يعني ديال الامتحان الجهوي دو لا بروميير اني دو بكالوريا. فوتوكوبي دو لا كارت ناسيونال دي دونتيتي، يعني فوتوكوبي ديال لا كارت ناسيونال. جوج ديال التصاور يعني تكون حديثه العهد. كذلك سيرتيفيكا ميديتال دافيتود، يعني شهاده طبيه بان الانسان قادر انه يعني عنده لياقه بدنيه عاليه. وهاد الوثائق كاملين خصهم يتجمعوا ويداروا في واحد لونفولوب، يعني واحد الظرف اللي يكون غران فورما، وغادي يكون فيه لو نون الاسم ديالك لو برينو مع لو نيميرو دو كونديتاتور اللي كنشدو ملي كنديروا لانسكريبسيون ديالنا. بالنسبه لهنا نقطه مهمه، قال لك تو دوسي ان كومبلي، يعني اي دوسي ما كاملش راه كيتغوجوتا، يعني كيترفض او لا كيتحيد مباشره. وبديك بالنسبه لي زانسكريبسيون اونلاين، قال لك راه بين 1 حتى 14 جويي مع 4. وانا قال لك بالنسبه لي ليست راه غادي تافيشاو في السيت ديال ليزيم. وبالنسبه لاول خطوه في التسجيل، ضروري خصنا اولا ندخلو الموقع concours.ezim.ac.ma. اذا ملي كندخلو الموقع ديال التسجيل كنلقاو هاد لاباج هادي اللي فيها مجموعه من المعلومات الشخصيه اللي يعني سهله. هنا السين، رقم البطاقه الوطنيه، هنا كود ديال المسار، هنا لو نون ديالك الاسم العائلي، لو برينو الاسم الشخصي، الجينز ديالك واش ماسكولين ولا فيمينا، كذلك لاداط ديال لا نيسونس تاريخ الازدياد، او ليو دو لا نيسونس يعني مكان الازدياد. هنا ليمايل ديالنا، لادريس، لا ريجيون يعني اشمن ريجيون فاش كاين، هنا غتختار الجهه ديالك. كذلك بالنسبه هنا للمدينه، لا فيل ديالك فين اشمن مدينه، هنا التليفون ديالك الهاتف الشخصي، وهنا هذا ضروري الهاتف الشخصي ضروري. وهنا بالنسبه للتليفون فيكس، الا كان فيكس ممكن تدخلو، ما كانش غتخلي خاوي ماشي ضروري. كذلك نلقاو هنا يعني السيغي دو باكالوريا، يعني اشمن باك عندك، واش باك ماتيماتيك ا، ماتيماتيك بي، سيونس دو لا في دو لا تير، سيونس فيزيك شيمي اكسيتيرا. كنلقاو هنا لا نوت دو فرونسي ا ليكزامان ريجينال دو باك، يعني النقطه ديال الفرنسيه في الامتحان الجهوي. هنا النقطة ديال المات في الامتحان الوطني، هنا النقطة ديال الفيزيك في الامتحان الوطني، يعني هنا نقطة الامتحان ديال البكالوريا. وكذلك هنا لا مويان جينيرال دو باك، يعني النقطة النهائية ديال البكالوريا. من بعد كتختار هنا اش من فيليير بغيتي دير في سميتو، واش سيونس نافال او لا انجينيور ديال انجينيور نافال. من بعد ما كندخلوا جميع المعلومات الشخصيه ديالنا، خصنا ضروري نكليكيو على سويفون. من بعد ما كليكينا على سويفون، كيقول لنا يعني خصكم تاكدوا من المعلومات الشخصيه اللي دخلتوا، يعني هنا جميع المعلومات الشخصيه ديالنا داخلين. غادي يعني نكليكيو على جاتيس، غادي ندخل هذا الرمز هنا فاليدي. مباشره كنكليكي على فاليدي، كيعطيك هنا الفيشي انك تيليشارجي الفيشي ديال البري انسكريبسيون ديالك،
كنكليك عليها وكتليشارجها مباشرة، هي تليشارجات هنا على شكل البي دي اف. هي هذه فيها مجموعة من المعلومات الشخصية ديالنا، وهذه خصني ضروري نخرج منها جوج ديال لي زيكزومبلير، وضروري خصني نعمر هنا لا فوتو ديالي، وهنا تحت نكتب المدينة مع التاريخ فاش تعمرات والسيناتور ديالي ديال الكونديدا.